السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تمارين القسمة 3-9، السرعة الزاوية والتردد الزاوي والزمن الدوري. مدونة لفيزياء الإمارات لهذا العام والعوام الماضية. فتش في المدونة باسم الوحدة وليس برقم الوحدة. مذاكرة الفيزياء تراكمية، أي كل درس بيومه. حياتنا عادة، فاختر لنفسك أفضل العادات. التكرار يساعد على الفهم والحفظ ويقلل النسيان. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل. تم رمي كرة بيسبول بسرعة مقدارها. أعطيك الوحدة MBPH اللي هي ميل لكل ساعة. لازم تكون انت حافظ MBPH بتساوي 0.447 متر لكل ثانية، أو حاصف كم مقدار الميل. وبمعدل دوران 110 RPM. إذن السرعة الزاوية تساوي 110 RPM. الـ RPM لازم تكون أيضا حافظها، هي دورة لكل دقيقة. ريف يعني دورة، ومينت يعني دقيقة. إذا كانت المسافة بين نقطة انطلاق اللاعب للكرة وقفاز ملقة الكرة تساوي 18.3 متر، هي المسافة. فكم عدد الدورات الكاملة التي تصنعها الكرة بين الإطلاق والالتقاط؟ يمكنك تجاهل أي أثر للجاذبية أو مقاومة الهواء المبذولة أثناء طيران الكرة أو حركة الكرة. منحول السرعة الخطية من ميل لكل ساعة إلى متر لكل ثانية. نضرب بمعامل التحويل، هذا هو معامل التحويل ما بين الـ MPH والمتر لكل ثانية. النقطة البعدة، الزمن المستغرق للكرة حتى توصل إلى يد الماسك نحسبها من زمن يساوي المسافة على السرعة، لأن أنت بتعرف السرعة تساوي المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن. عدد الدورات بنحسبها من معادلة السرعة الزاوية. السرعة الزاوية تساوي الإزاحة الزاوية على الزمن. إذا حسبنا السرعة الزاوية بالدورات بنكون حسبنا عدد الدورات. إذن الإزاحة الزاوية تساوي لها السرعة الزاوية في الزمن، وتساوي لها أوميجا اللي هي السرعة الزاوية في الزمن اللي هو المسافة على السرعة، جبناها من هون. السرعة الزاوية تساوي 110 ريب لكل 60 ثانية. عرفت ليش تركنا السرعة الزاوية بالريب لكل ثانية؟ لأنه بدنا نحسب دلتا سيتا، بدنا نحسب عدد الدورات. إذا حسبنا دلتا سيتا بالريب فبنكون عم نحسب عدد الدورات. ضرب دي اللي هي 18.3 متر، وفي اللي هي 39.3 متر لكل ثانية. فبتطلع دلتا سيتا تساوي 0.85689 ريب، يعني هي عدد الدورات. إذا خلي في بالك دلتا سيتا وقت بتخليها بالريب بتكون أنت بتحسب عدد الدورات. وفي رعاية الله، ولا تنسونا من دعاء ستر الآخرة.